قصة طاعون الرقص الذي تسبب في هلوسة جماعية لمئات من الناس. مئات من الناس رقصوا حتى الموت. منذ أكثر من 500 عام لم يتمكن أحد منهم التوقف، وهذا حتى تكسرت عظامهم وأصيبوا بنوبات قلبية في ظاهرة سميت بطاعون الرقص أو وباء الرقص. هذه الظاهرة التي لا يوجد لها تفسير حتى اليوم، فهي لغزا تم دفنه مع من ماتوا بهذا الوباء. فما هي قصته؟ أعزائي متابعي قناة متى عقلك، أهلا بكم. في هذا الفيديو تحديدا سوف نستعرض لكم أحد أغرب القصص التي حدثت منذ مئات السنين. في عام 1518 بالتحديد انتشر ما يسمى بطاعون الرقص أو وباء الرقص. بدأت القصة تحديدا في شهر يوليو من نفس العام، عندما خرجت امرأة تدعى تروفيا فراو إلى أحد شوارع ستراسبورغ في فرنسا، وحدث وقتها شيء غريب للغاية، حيث بدأت هذه المرأة بالرقص حتى أنها استمرت لمدة 6 أيام على نفس حالتها الغريبة، حيث بدت ممسوسة بالحركة، وعلى الرغم من الإجهاد الذي بدأ على وجهها وأصبح طاغيا على ملامحها، إلا أن الغريب أنها لم تتوقف عن الرقص، بل ما هي إلا فترة قصيرة وانضمت لها إحدى جاراتها، ومن ثم أخرى وأخرى. وبحلول نهاية الأسبوع كان هناك أكثر من 30 شخصا يرقصون ليلا ونهارا. وبعد شهر تقريبا أصيب ما يقارب 400 شخص بهذه الظاهرة الغريبة والاستثنائية. أدى ذلك إلى سقوط بعضهم ميتون بسبب الإرهاق والنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وقدر عددهم وقتها بالعشرات. وقتها قررت السلطات الطبية والمدنية لفرنسا الحد من هذا الوباء، وإخراج الناس من الشوارع وتخصيص مسارح خشبية لهم لكي يتمكنوا من الرقص عليها. والغريب في الأمر أنهم استأجروا موسيقيين لهم، وذلك لإبقائهم نشطين. ومع مرور عدة أسابيع من الرقصات الجهنمية، كان كل يوم 15 شخصا يلاقون حتفهم بسبب الإرهاق الجسدي أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية. وعلى الرغم من ذلك لم يستطع الضحايا التوقف عن الرقص والتلوي من الألم، وهم يتوسلون إلى بعضهم بالتوقف ولكن دون جدوى. هذا الوباء كان له أثر في الغالب على الفلاحين والحرفيين وصناع الأحذية والخياطين والمتسولين، وأيضا ربات البيوت والخدم. وعلى الجهة الأخرى كانت تقع طبقة النبلاء والبرجوازيين الذين كانوا قلقين على أنفسهم من الوباء الراقص الذي انتشر فجأة بين الناس، ودفع قلقهم إلى مشورة الأطباء الذين فسروا هذا المرض على أنه مرض طبيعي ناتج عن تدفق الدم الدافئ الزائد. ونصحهم الأطباء أن علاجهم هو الرقص، وفتحوا لهم قاعات الرقص وجهزوا الفرق الموسيقية، ولكن حال الأمر أيضا دون جدوى. شيئا فشيئا عانى الراقصون من كسور في العظام ونوبات صرع ونوبات قلبية وسكتات دماغية بسبب الإرهاق والرقص المتواصل. ومع ذلك استمرت هستيريا الوفيات حتى اللحظة التي توقف فيها ما يسمى بطاعون أو وباء الرقص بشكل مفاجئ، تاركا وراءه غموضا ولغزا يصعب حله. فحتى الآن لم يتم العثور على تفسير محدد لتلك الحادثة التاريخية الغريبة للغاية، مع العلم أن في الفترة التي سبقت ظهور وباء الرقص انتشرت المجاعة في فرنسا تحديدا في فصل الشتاء الذي كان بردا قارصا وعواصفا لا تحتمل، والصيف الحارق الذي دمر المحاصيل، مما أدى إلى سوء تغذية بين السكان فلم يتحملوا ندرة الطعام واضطروا إلى الاقتراض وقتل الحيوانات في مزارعهم والتسول لتحمل المصاعب. إلا أن الأمر لم يقتصر على المجاعات فقط، بل انتشرت وقتها أيضا عدة أمراض مثل الجدري والزهري والجذام. وبالطبع كل هذه الظروف ساهمت في سلوكيات جماعية معينة. هناك الكثير من الفرضيات التي طرحت بخصوص هذا الوباء وبسبب انتشاره، إلا أن جميعها تقريبا باتت بالفشل. فحتى الآن يعد هذا الوباء الذي تفشى في هذا العصر لغزا كبيرا من الصعب حله. إلا أن أحد الافتراضيات المقربة لهذا الوباء هي الهستيريا الجماعية التي تفشت بين الناس بسبب الظروف الصعبة التي مروا بها بعد أن عانى الكثير من الناس من المجاعة والمرض، فأدى الإجهاد إلى أزمات متعددة أدت جميعها إلى الذهان الشديد. وإلى هنا نكون انتهينا. فهل عندك تفسير لهذا الوباء الغريب؟